بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي هنتكلم عن شابتر 6 المختص بالفلو اوف ريال فلويد. في حالة الريل فلو عند تطبيق معادلة برنولي فلازم اخد في اعتباري ان في انرجي بتفقد اثناء الحركة بتاعة الفلويد جوه البايب لاين. الانرجي اللي بتفقد دي بتفقد نتيجة الفريكشن، وبناء عليه معدل برنولي محتاج يحصل فيها تعديل. هذا التعديل هو ان اما باجي بحسب او بطبق معدل برنولي بقول ان التوتال انرجي عند نقطه 1 بتساوي التوتال انرجي عند نقطه 2 زائد هجمع ترم. هذا الترم هو الفقد في الانرجي اللي حصل من نقطه 1 الى نقطه 2. وبناء عليه اما نيجي نرسم توتال انرجي لاين، الحاله الايديال لو انا ما عنديش فقد في الانرجي وعندي بايب والفلو بيتحرك من نقطة 1 لنقطة 2 يطلع لي توتال انرجي ده خط هوريزونتال، لكن في الحقيقة بيحصل فقد في الانرجي طول ما المايه بتتحرك جوه البايب لاين، بيحصل فريكشن وبناء عليه هيحصل فقد في الانرجي مقداره اتش اف. ويبقى الرسمة بتاع التوتال انرجي لاين عبارة عن خط مايل من نقطة 1 إلى نقطة 2، والنقص في المسافة كفيرتيكال الفيرتيكال دروب في الانرجي قيمته هو اتش اف الهيد لوس ديو تو فريكشن. طيب الهيد لوس ديو تو فريكشن ديت، احنا ما كنا بنتكلم في الشابتر بتاع الكينماتكس قلنا ان الفلو ليه ريجيمز بيتحرك فيها. قلنا ان الفلو ده ممكن يبقى لامينر فلو او تربلنت فلو، وفي حاجه ان بتوين اسمها ترانزيشن. ووجد ان الفقد في الانرجي اللي بيحصل معتمد على المود بتاع الفلو، يعني بيعتمد هل الفلو ده لامينر ولا تربلنت ولا ترانزيشن. في السلايدز الجايه هفكرك بالكلام اللي احنا قلناه اما كنا بنشرح وبنعرف اللامينر والتربلنت فلو. هنتكلم دلوقتي عن اللامينر اند تربلنت فلو. اللامينر فلو تعريفه ان الفلويد بارتكلز بتتحرك على لاير، واللاير ديت بارلل تو اتش اذر، وما فيش ميكسنج بيحصل ما بين اللاير دي وبعضها البعض. فبالتالي لو حبينا نصور المسارات اللي بتتحرك عليها البارتكلز دي هتتحرك على خطوط متوازيه كده زي ما هو واضح في الفيجر اللي موجود في السلايد ديت. وبالتالي البارتكلز كلها ليها سرعه، والسرعه دي في اتجاه الفلو فقط. بينما لو حبينا نتكلم على التر فالتربلان فلو البارتكلز بتتحرك في مسارات غير منتظمه، بيحصل ميكسنج في هذا النوع من انواع الفلو، بحيث ان لو احنا بنتكلم على ان البارتكل ديت ليها مين فيلوسيتي، فالفيلوسيتي بيحصل حواليها فلكتويشن في اتجاهين، في اتجاه عمودي على الحركه وفي اتجاه الحركه. وبالتالي زي ما هو ظاهر في الفيجر كده هتلاقي المسار اللي بتحرك عليه البارتكلز مسار غير منتظم، عكس اللي كان حاصل في اللامينر فلو. ان في اللامينر فلو البارتكلز كان بتحرك على مسارات متوازيه والسرعه في وان دايركشن، بينما هنا انا عندي في فلكتويشن بيحصل حوالين الافريج فاليو للسرعه. في حاله للفلو بين اللامينر والتربلنت فلو بنسميها ترانزيشن فلو. الترانزيشن فلو دوت الفلو فيه بيتحرك باك اند فورورد بين اللامينر اند تربلنت ستيتس. يعني الفلو ممكن يبقى ماشي لامينر، او يعني في الشكل بتاع اللامينر فلو في ستريم لاينز متوازيه، وبعدين يحصل فلكتويشن وبعدين يرجع يمشي تاني في ستريم لاينز متوازيه. في عالم اسمه أوسبورن رينولدز اللامينر فلو هنقدر نوصل له عن طريق ان احنا نحرك المايه في البايب دي بسرعات قليله جدا، وبالتالي هنقدر نحقق قصه ان الستريم لاينز هتبقى متوازيه وان البارتكلز بتتحرك على ليرز متوازيه، ونقدر نحقق ان الصبغه بتاعتي بتتحرك في خط مستقيم كما هو واضح في الفيجر. لو زودنا السرعه جدا ساعتها هيبدا تتحرك الصبغه دي بصوره irregular، وهيبقى فيه fluctuation randomly with time، وده شكل التربلنت فلو. ما بين الحاله بتاعه اللامينر والحاله بتاعه التربلنت تظهر الحاله بتاعه الترانزيشن.
عندي سرعات في الرينج ما بين اللامينر والتربلنت او في النص يعني ما بينهم. في الحاله بتاعه ترانزيشن انت الفلو بيبقى بالمنظر دوت، ان البارتيكل بتتحرك في خطوط متوازيه وبعدين يحصل فلكتويشن وبعدين تتحرك في خطوط متوازيه، وده هو الترانزيشن فلو. يبقى اللامينر فلو هاز كونستانت فيلوسيتي، ان الميه بتتحرك بسرعه ثابته حسب الفيجر اللي قدامك دوت. لو احنا بنتكلم على الترانزيشن فلو هو موستلي كونستانت فيلوسيتي، بس بيحصل فيها اوسيليشن او فلكتويشن. بينما التربلنت فلو الفيلوسيتي فيه بتتغير، هي عباره عن الافريج فيلوسيتي مجموع عليها فلكتويتنج فيلوسيتي. الفلكتويتنج فيلوسيتي دي ليها تو كومبوننتس، كومبوننت في اتجاه الفلو وكومبوننت عمودي على اتجاه الفلو. رينولدز قدر يعمل رقم او يوصل الى رقم، هذا الرقم من خلاله نقدر نحدد الفلو ده هو لامينر ولا تربلنت ولا ترانزيشن. الرقم دوت سمي باسمه، اسمه رينولدز نمبر. رينولدز نمبر ده هو رو في 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 دي على ميو، واحنا كنا درسنا قبل كده ان ميو على رو هي نيو. ايه هي الترمات ديت؟ الدي ده هو الديامتر بتاع البايب، الفي الفيلوسيتي بتاعت الفلويد في البايب، رو الدنسيتي بتاعت الفلويد، ميو الديناميك فيسكوستي، ونيو كايناماتيك فيسكوستي اللي هي بتساوي ميو على رو. ورينولدز قال ان طول ما رينولدز نمبر اقل من 2000 الفلو ده لامينر، اكبر من 4000 الفلو ده تربلنت، في الرينج من 2000 ل 4000 الفلو ده ترانزيشن. عايزين نشوف توزيع الشير ستريس على الكروس سيكشن بتاع بايب. وعشان نعمل القصه ديت هناخد بايب في وضع عام ميله على الافقي بزاويه الفا، والبايب دي هاخد عندي سنتر لاين بتاع البايب دي هاخد اليمنت، الاليمنت دوت الريديوس بتاعه ار وطوله دلتا اس، الاليمنت ده سلندريكال اليمنت، وهنشوف ايه الفورسز اللي بتاثر على الاليمنت دوت ونبدا نطبق معادله المومنتم. الفورسز اللي بتاثر على الاليمنت دوت، لو الفلو بيتحرك من ناحيه الشمال ناحيه اليمين، فانا عند السطح بتاع الاليمنت ده ناحيه الشمال في بريشر قيمته بي، وبالتالي الفورس اللي بتاثر على هذا السطح هي بي في ايه. لو كان البريشر ده بيتغير بالنسبه للمسافه بمقدار دي بي باي دي اس، والاليمنت ده طوله دلتا اس، فهيحصل تغير في البريشر وزن هذا الاليمنت بمقدار دي بي باي دي اس دلتا اس، وبالتالي البريشر الموجود عن السطح المقابل اللي هو ناحيه اليمين هو بي زائد دي بي باي دي اس دلتا اس. فلو انا عايز اجيب الفورس هضرب هذا البريشر في الكروس سكشن اريا بتاعه الاليمنت اللي هي A. طيب في فورسز ايه تاني؟ في وزن هذا الاليمنت اللي هو دلتا دبليو، بس دلتا دبليو ده بيأثر في اتجاه محور زد. فلو انا عايز اجيب مركبه الوزن في اتجاه الحركه هتبقى دلتا دبليو ساين الفا، ودي عكس اتجاه الحركه. عندي كمان في شير ستريس، لان الفلويد ده له فيسكوستي وبالتالي في شير ستريس، فالشير ستريس دوت بيأثر على المساحه الجانبيه للاليمنت دوت. المساحه الجانبيه بتاعته هي 2 باي ار في دلتا اس، وبالتالي الفورس بتاعت ديو تو شير ستريس هي تاو مضروبه في 2 باي ار دلتا اس. يبقى دي هي كل الفورسز اللي بتأثر على هذا الاليمنت. طيب لو احنا بنتكلم على ستيدي يونيفورم فلو وحبينا نطبق المعادله بتاعت المومنتم، فالمعادله بتاعت المومنتم بتقول ان سيجما الفورسز اللي بتأثر في اي دايركشن بتساوي رو في كيو في في اوت ناقص رو في كيو في في ان. في الكيس بتاعتنا الفلو ده يونيفورم، فبالتالي مفيش تغير في السرعه، فالان بيساوي الاوت از ا فيلوسيتي، فبالتالي الفيلوسيز ديت خلاص يبقى سيجما الفورسز بتساوي صفر. ايه هي الفورسز اللي عندي؟ انا عندي البريشر فورس والجرافيتي فورس المقصود بيها الوزن هنا، والفيسكوستي فورس اللي هي تاو مضروبه في المساحه الجانبيه للسلندر. يبقى لو حبينا نجيب البريشر فورس قلنا ان الطرف الشمال فيه بي في A،
الطرف اليمين في بي زائد دي بي باي دي اس دلتا اس في ايه، بس ده عكس الاتجاه فياخد اشاره سالبه. والوزن مركبه الوزن ناقص دلتا دبليو ساين الفا، ودي عكس اتجاه الحركه عشان كده حاطط اشاره سالب. وكمان الشير ستريس عكس اتجاه الحركه، يبقى ناقص تاو في 2 باي ار في دلتا اس بيساوي صفر. الوزن بيساوي جاما في الفوليوم، فاقدر اقول ان دلتا دبليو هي جاما في الكروس سكشن اريا بتاع السلندر في طول السلندر اللي هو دلتا اس. وساين الفا اللي هي زاويه الميل بتاعه البايب هي دلتا زد على دلتا اس. دلتا زد هي الفرق في المسافه الراسيه، ودلتا اس هي المسافه المايله. فنقدر نعوض بدلتا دبليو وساين الفا في المعادله، فنقدر نوصل للصوره بتاعه معادله الشير ستريس، وهي تاو بتساوي ار على 2 ناقص دي بي بلس جاما زد باي دي اس، حيث ار ده ريديوس مقاس من السنتر لاين بتاع الباي. المعادله دي ينفع تتطبق لللامينر والتربلنت فلو. طيب يعني المعادله تاو بتساوي ار على 2 ناقص دي بي بلس جاما زد باي دي اس، اقدر اقول انها ناقص دي باي دي اس جاما، خدت جاما عامل مشترك فبقى جوه القوس بي على جاما زائد زد. البي على جاما زائد زد ده هو البيزومتريك هيد اللي هو اتش، فاقدر احول المعادله دي الى صوره ان تاو بتساوي ار على 2 ناقص جاما دي اتش باي دي اس. دي اتش ده هو التغير في البيزومتريك هيد باي دي اس اللي هو المسافه اللي انا مشيتها على طول البايب لاين. يبقى دي صوره اخرى، يعني اقدر اجيب الشير ستريس بدلاله البريشر او بدلاله البيزومتريك هيد زي ما احنا شفنا كده في السلايد ديت. طبعا البيزومتريك هيد دايما ناقص جاما ناقص دي اتش باي دي اس، ده اكبر من الصفر دايما، لان دايما البيزومتريك هيد طول ما انا بتحرك المفروض انه بيقل على طول البايب ال دي بي بلس جاما زد باي دي اس او دي اتش باي دي اس، ده المفروض انه بيقل على طول البايب. فالاشاره السالبه اللي بره ديت، فسالب في سالب يطلع موجب، فالكلام ده اكبر دايما من الصفر. لو حبينا نعوض في المعادله دي، فعند الريديوس زيرو اللي هو عند السنتر لاين هنلاقي ان الشير ستريس قيمته زيرو، والشير ستريس بيبدا يزيد بصوره خطيه لغايه ما يوصل للماكسيمم فاليو عند الجدار بتاع البايب. الهيد لوس اللي بتحصل طبعا في البايب بتحصل نتيجه للشير ستريس، لان الشير ستريس هو المسبب للفريكشن. وزي ما قلنا ان المعادله دي ينفع نطبقها فور لامينر اند تربلنت فلو. يبقى احنا كده وصلنا لايكويشن بتوصف شكل بتوصف الشير ستريس از ا فانكشن اوف ار، وار ده هو الريديوس مقاس من السنتر لاين بتاع البايب. في السلايد ديت بيبان لنا شكل الشير ستريس عند السنتر لاين زيرو وعند الجدار بتاع البايب ماكسيمم، والعلاقه بين تاو وار هي تاو فانكشن في ار، فدي علاقه لينير، فده شكل الشير ستريس. طيب عايزين نروح نشوف الفيلوسيتي ديستريبيوشن، توزيع السرعه في البايب. فعشان نشوف توزيع السرعه في البايب، احنا الشير ستريس دوت لسه في معادله احنا لسه اثبتناها دلوقتي اللي هي تاو بتساوي ار على 2 ناقص دي بي باي دي اس في بي زائد جاما زد. وعندنا معادله ثانيه اللي هي تاو بتساوي ميو دي في باي دي واي، اللي هي بتساوي ناقص ميو دي في باي دي ار. ايه بقى الار والواي؟ احنا الريديوس بتاع البايب اللي هو ار نود، ار سمول مقاسه من السنتر لاين بتاع البايب، وواي مقاسه من الجدار بتاع البايب، لان المعادله بتاعت تاو بتساوي ميو دي في باي دي واي. الواي ده كان مقاس من الباوندري، من الفيكسد باوندري بتاعي اللي انا كنت بقيس من عنده. فبالتالي ار نود اللي هو الريديوس بتاع البايب ما هو الا ار سمول بلس واي. فلو انا فضلت المعادله دي، ار نود ده كونستنت، التفاضل بتاعه صفر، فمعناها ان دي ار زائد دي واي بيساوي صفر، يبقى دي ار بتساوي ناقص دي واي.
عشان كده انا شلت الدي واي من المعادله في رقم المعادله رقم 2 وحطيتها ناقص دي ار، فظهرت المعادله بالصوره ديت. طيب معادله 1 ومعادله 2 دول بيتكلموا على تاو، فلو انا سويت المعادلتين ببعض ممكن اوصل للفي، فهنساوي المعادلتين ببعض فيطلع ان ار على 2 ناقص دي بي باي دي اس لبي بلس جاما زد بيساوي ناقص ميو دي في باي دي ار. احنا عايزين نجيب الفي، فهنحتاج نودي دي ار والميو الناحيه الثانيه. يبقى لو انا عملت انتجريشن للمعادله ديت اقدر اوصل ان في بتساوي ناقص ار سكويرد على 4 ميو في ناقص دي بي باي دي اس لبي بلس جاما زد زائد كونستانت، وده ثابت التكامل. طيب محتاجين نعرف قيمة ثابت التكامل، عشان نعرف قيمة ثابت التكامل لازم يكون عندنا نقطة أنا عارف الآر بتاعتها وعارف الفي بتاعتها. فأنا عارف إن الفيلوسيتي بتبقى صفر عند الباوندريز، لأن عند أقصى شير ستريس هتلاقي إن السرعة زيرو، وبالتالي عند آر بتساوي آر نود الفي بتساوي صفر. هعوض بالآر بتساوي ار نود وعوض بفي بتساوي صفر اقدر اجيب قيمه الكونستانت، يطلع بالصوره ديت. لو عوضت بالكونستانت في المعادله اقدر اجيب الايكويشن بتاعه السرعه اللي بتقول ان السرعه في بتساوي ار نود سكويرد ماينس ار سمول سكويرد على 4 ميو في مضروبه في ناقص دي بي بلس دي بي باي دي اس لبي بلس جاما زد. دي هي المعادله بتاعه السرعه. R نود الريديوس بتاع الفايب، R سمول الريديوس مقاس من السنتر لاين، يعني لو انا عايز احسب السرعه على اي بعد R سمول من السنتر لاين هعوض بقيمه هذا البعد في المعادله اقدر اجيب الفاليو بتاعه الفيلوستي. من الواضح كده ان V فانكشن في R سكويرد، فدي معادله من الدرجه الثانيه، ده البروفايل بتاع السرعه ده بارابوليك بروفايل. يبقى هي دي المعادلة بتاعت السرعة اللي احنا قدرنا نوصل لها. طيب لو حبينا نجيب الماكسيمم فيلوستي، الماكسيمم فيلوستي المعادلة بتاعت V بتساوي R نود سكويرد ماينس R سمول سكويرد، فبالتالي الجزء اللي انا بطرحه دوت لو هو بقى صفر هيديني اقصى قيمة للسرعة، فاقصى قيمة للسرعة هتحصل عند R سمول بتساوي صفر، اي ان اقصى قيمة للسرعة عند السنتر لاين. فلو عوضت عن ار سمول بصفر تطلع المعادله بتاعت الفي ماكسيمم اللي هي ار نود سكويرد على 4 ميو ناقص دي باي دي اس لبي بلس جاما زد. لو قسمت المعادلتين دول على بعض اعرف اجيب علاقه بين الفي والفي ماكسيمم، هلاقي ان الفي بتساوي في ماكسيمم في 1 ناقص قوس ار على ار نود الكل سكويرد، واقفل القوس الكبير، ويبقى بكده انا قدرت اجيب توزيع السرعه اللي هو طلع بارابوليك، وعرفت اجيب الفي ماكسيمم، والفي ماكسيمم لقيتها انها بتطلع عند السنتر لاين بتاع البايب اقصى سرعه عند السنتر لاين، وقدرت اجيب علاقه بين في ماكسيمم وفي عند اي ريديوس ار. المعادله بتاعه توزيع السرعه اللي واضحه قدامك ديت، او المعادله بتاعه السرعه في البايب دي معادله بارابوليك والماكسيمم عند السنتر لاين، والمعادله دي فور لامينر فلو. يبقى المعادله بتاعت الشير ستريس قلنا انها ينفع تتطبق فور لامينر اند تربلن فلو، لكن المعادله بتاعت السرعه فور لامينر فلو اونلي. تعال ناخد مثال على الكلام ده. فبيقول لي اويل فلوز ستيدلي ان ا فيرتيكال بايب، يبقى عنده فيرتيكال بايب ماشي فيها زيت، بريشر ات زد 100 يعني عند elevation 100 متر كان البريشر 200 كيلو باسكال، وعند 85 متر elevation البريشر 250 كيلو باسكال. يبقى هو مديني نقطتين على بايب لاين، واحدة على منسوب 100 ومديني البريشر بتاعها 200 كيلو باسكال، واحدة على منسوب 85 والبريشر بتاعها 250 كيلو باسكال. given ان الدايمتر بتاع البايب 3 سنتي، الفيسكوستي دايناميك فيسكوستي 0.5 نيوتن سكند بير متر سكويرد، الدنستي 900 كيلو جرام بير متر كيوب. وقال لي اسيوم ان الفلو ده لامينر، فهو بيسال از فلو ابورد اور داون وورد، يبقى عايز يعرف الدايركشن بتاع الفلو، هو الفلو
من تحت لفوق ولا من فوق لتحت. وبعدين what is the velocity at the center line and at r بتساوي 6 مليمتر. فعشان نعرف اتجاه الفلو، الفلو بيمشي من الانرجي الاعلى للانرجي الاقل. الفلو تاني بيمشي من الانرجي الاعلى للانرجي الاقل. يبقى احنا محتاجين نحسب التوتال انرجي عند النقطة الاولانية والتوتال انرجي عند النقطة التانية، ونبدأ نشوف اللي عنده انرجي اكتر يبقى الفلو جاي من عنده ورايح للنقطة التانية. ف التوتال انرجي عند نقطة واحد هي زد واحد زائد بي واحد على جاما زائد في واحد سكويرد على 2 جي. البايب الدايمتر بتاعها ثابت، فبالتالي مش هقول في واحد وفي اتنين، هي جاست في وخلاص. زد بتاعت النقطة الاولانية 100، النقطة التانية والبريشر بتاعها 200 كيلو باسكال، فالكيلو باسكال دوت محتاج اقسمه على جاما بالكيلو باسكال اللي هي جاما بالكيلو باسكال بير متر كيوب، فجاما ووتر بالكيلو باسكال بير متر كيوب 9.81 محتاجه تتضرب في السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الزيت اللي هي 0.9. فقدرت اجيب التوتال انرجي عند نقطه 1 طلعت 122.656. اما احب احسب التوتال انرجي عند نقطه 2 هستخدم نفس الطريقه. زد عند نقطه 2 هو قال لي 85، البريشر عند نقطه 2 250، فبرضه هيتقسم على 0.9 في 9.8 وفي سكويرد على 2 جي ستيل هي القيمه بتاعتها مش هتفرق لانها موجوده في المعدتين. وحسبت التوتال انرجي عند نقطه 2 طلع 113. يبقى التوتال انرجي عند نقطه 1 تقريبا 122.66، والتوتال انرجي عند نقطه 2 طلع 113.32. الاثنين مجموع عليهم في سكويرد على 2 جي، فده معناه ان التوتال انرجي عند نقطه 1 اكبر من التوتال انرجي عند نقطه 2. نقطه 1 دي اللي منسوبها 100، ونقطه 2 اللي منسوبها 85. يبقى الفلو جاي من النقطة اللي منسوبها 100 للنقطة اللي منسوبها 185، يبقى الفلو ده داونوردز. طيب عشان بقى نروح نحسب السرعة، هو عايز السرعة عند السنتر لاين والسرعة عند ار ب 6 ملي متر. السرعة عند السنتر لاين دي هي الماكسيمم فيلوستي. فعشان احسب السرعة عندي جوه المعادلة بتاعت السرعة ترم بيقول دي بي بلس جاما زد باي دي اس. فالترم ده لازم الاول اجيب الفاليو بتاعته. فهنا انا بحل بحاول ابسطها لك شويه، فانا اقدر نفك دي بي بلس جاما زد دي ونقول انها دي بي زائد جاما دي زد. ودي بي ده هو التغير اللي حصل في البريشر، والتغير اللي حصل في البريشر ما دام الفلو ماشي من واحد لاثنين يبقى بحط البريشر الفاينل ناقص البريشر الانيشيال، يبقى بي 2 ناقص بي 1 زائد جاما دي زد، برضو دي زد دي هي زد 2 ناقص زد 1، ودي اس هي اس 2 ناقص اس 1. نبدأ نعوض. البريشر عند 2 ب 250 والبريشر عند 1 ب 200. جاما 0.9 في 9.8 زد عند نقطة 2 ب 85 وزد عند نقطة 1 ب 100. دي اس هو المسافة بين نقطة 1 ونقطة 2، هو قال لي فيرتيكال بايب يبقى دي البايب دي رأسية، الاليفيشن بتاع نقطة 1 100، الاليفيشن بتاع نقطة 2 85، يبقى المسافة من 1 2 15 متر، يبقى بالتالي أقدر أجيب دي بي بلس جاما زد باي دي اس. أخش بقى أعوض في المعادلة بتاع السرعة، السرعة بتقول في بتساوي ار نود سكويرد ماينس ار سمول سكويرد على 4 ميو ناقص دي بي بلس جاما زد باي دي اس. أنا جبت دي بي بلس جاما زد باي دي اس وطلعت بالناقص، وطبعا لازم تطلع بالناقص. هبدأ بقى أعوض. عند السنتر لاين ار نود بصفر، ار سمول قصدي بصفر، فبالتالي أعرف أجيب الفي تطلع في ماكسيموم. وبعدين عايز يعوض كمان عند ريديوس 6 مللي، يبقى عند السنتر لاين ار سمول بصفر جبت السرعة طلعت 0.62 ودي في ماكسيموم، عند ريديوس 6 مللي حسبت السرعة طلعت 0.52 متر بير سكند. يبقى في المثال ده في نقطتين مفروض ان احنا نتعلمهم، هم ازاي اعرف اجيب الدايركشن بتاع الفلو في بايب لاين، وعشان اجيب الدايركشن بتاع الفلو من الفلو بيمشي من الانرجي الاعلى للانرجي الاقل وليس من البريشر الاعلى للبريشر الاقل. دي اول نقطه. تاني نقطه عرفنا ازاي نحسب السرعه ونعوض في المعادله بتاعه السرعه عند ريديوسز مختلفه. هنروح بقى نحسب الديسيت شارج اللي ماشيه في بايب لاين في الحاله بتاعت اللامينر فلو. فاحنا عارفين ديسيت شارج بتساوي اريا في فيلوستي، بس احنا كنا اتكلمنا
قبل كده وكلمنا من شوية وقلنا ان توزيع السرعة توزيع بارابوليك وبناء عليه انا ما عنديش قيمة ثابتة للسرعة. واما اتكلمنا قبل كده قلنا ان الديسشارج بتساوي اريا في فيلوسيتي، الفيلوسيتي هي الافريج فيلوسيتي في البايبلاين. طيب احنا عايزين نجيب فورمولا للديسشارج، الديسشارج ممكن تحسب ازاي بدلالة البريشر وبدلالة الفيسكوستي. فانت عندك المعادلة بتاع السرعة، بس المعادلة بتاعة السرعة دي function في R، فعشان أقدر أحسب discharge وأقول discharge بتساوي velocity في الاريا أو V في A، لازم أنا أكون بتعامل مع سرعة ثابتة. عشان أتعامل مع سرعة ثابتة أنا هاخد element، هذا element يبعد عن الريديوس عن المركز بتاع البايب بريديوس R small، وهذا الاليمنت السيكنس بتاعه دي ار، ساعتها الاليمنت ده السرعه عليه ثابته، وابقى بتعامل مع الفيلوسيتي اللي معديه في هذا الاليمنت، وهتعامل مع الديسشارج المعديه في هذا الاليمنت. وبعدين عشان اجيب التوتال ديسشارج هبدا اكامل بالنسبه لار من ريديوس زيرو اللي هو عند السنتر لاين لغايه ريديوس ار نود اللي هو الريديوس بتاع البايب بالكامل. يبقى عشان اجيب الديسشارج هقول التفاضل بتاع في دي اي، الفي عندي المعادلة بتاعتها والاريا بتاعت هذا الاليمنت الشريط دوت اللي هو سمكه دي ار والريديوس بتاعه ار، لو قصيناه وفردناه كده هيطلع مستطيل، المحيط بتاعه 2 باي ار اللي هو محيط دايرة والسكنس بتاعه دي ار، يبقى هي دي الاريا. لو كملنا هذه المعادلة بالنسبة لار هتطلع المعادلة بالصورة ديت، انا بكامل حدود التكامل بتاعتي من صفر لار نود، فهقدر اوصل للمعادله بتاعه الديسشارج اللي هي المعادله دي اللي بتقول ايه، اللي بتقول ان كيو بتساوي ار نود اس 4 على 8 ميو ناقص دي في بلس جاما زد باي دي اس. واحنا بنتكلم في الشير ستريس قلنا ان ناقص دي في بلس جاما زد باي دي اس اعرف اشيلها واحطها ناقص دي اتش باي دي اس، ودي اتش ده هو الفرق في البيزومتريك هيد اللي حصل على مسافه طولها دي اس. طيب دي المعادله بتاعه الديسشارج. طيب هل ممكن اعرف بقى اجيب معادله للافريج فيلوسيتي؟ اه طبعا اعرف اجيب معادله الافريج فيلوسيتي، لان انا عارف ان الديسشارج بتساوي الاريا في الافريج فيلوسيتي. يبقى لو انا عايز اجيب الافريج فيلوسيتي هقسم الديسشارج على الاريا، الاريا بتاعه البايب اللي هي باي ار نود سكويرد، يبقى كان المعادله بتاعه الديسشارج دي تتقسم على باي ار نود سكويرد. فمعادله الديسشارج اقسمها على باي ار نود سكويرد. المعادله اللي ظهرت دلوقتي دي انا كل اللي عملته فيها ان انا شلت الريديوس وحطيته دي على 2 حيث دي هو الديامتر، فظهرت المعادله بتاعه الديسشارج على انها كيو باي جاما دي اس 4 على 128 ميو دي اتش باي دي اس، وما ننساش ان في اشاره سالب بره. تاني بقى الفي افريج هي الديسشارج على الاريا، فاللي هي كيو على باي ار نود سكويرد، يبقى انا قدرت اوصل للمعادله بتاع الفي افريج. لو ركزت هتلاقي ان الفي افريج بتساوي ار نود سكويرد على 8 ميو في القوس بتاع دي بي بلس جاما زد باي دي اس، وكانت الفي ماكسيمم ار نود على 4 ميو دي بي بلس جاما زد باي دي اس. ده معناه ان الفي افريج بتساوي الفي ماكسيمم على 2. كده احنا وصلنا لان احنا جبنا توزيع الشير ستريس، جبنا توزيع السرعة، ومن توزيع السرعة جبنا في ماكسيمم، وبعدين حسبنا ديسشارج، وبعدين حسبنا الافريج فيلوسيتي، ولقينا ان هي بتساوي في ماكسيمم على 2. في بعض الملاحظات العامة على المعادلة بتاعة الديسشارج في الحالة بتاعة اللامينر فلو. أول ملاحظة إن الفلو ريت بيتناسب طردي مع الدروب اللي بيحصل في البريشر في البايب، يبقى كل ما الدروب اللي بيحصل في البايب ده يقل معناه ان الديسشارج دي اللي معديه في البايب دي ممكن يحصل لها ايه، هتزيد. كل ما الدروب اللي بيحصل في البايب يزيد يبقى الديسشارج المعديه في البايب دي هتقل، او معنى اصح ممكن نقول بقى ان اللوسز اللي بتحصل في البايب كل ما اللوسز تزيد يبقى البايب دي هتعدي ديسشارج اقل عن بايب ثانيه اللوسز فيها اقل، يعني بيحصل العلاقه بين الفلوريت والبريشر، كل ما البريشر
يقل كل ما الفلوريت يزيد. الفلوريت بيتناسب عكسي مع الفيسكوستي، ودي برضو فيها لوجيك. ليه؟ لأن كل ما الفيسكوستي تزيد كل ما الريزيستنس للفلو تزيد، كل ما مقاومة الحركة تزيد، وبناء عليه الفلو مفروض يقل. فالفلو بيتناسب عكسي مع الفيسكوستي. الفلو بيتناسب عكسي مع طول الماسورة، لأن كل ما طول الماسورة يزيد كل ما الفريكشن هيزيد، كل ما مقاومة الحركة تزيد، وبناء عليه كل ما الفقد في الانرجي يزيد، وبناء عليه الديستشارج هتقل. والديستشارج بتتناسب طردي مع الريديس بتاع البايب او الديامتر بتاع البايب المرفوع لأس 4. يبقى دي هي الملاحظات المهمة جدا وعايزك تبقى فاهمها فيما يخص المعادلة بتاعة الديستشارج في الحالة بتاعة اللامينير فلو. السلايد ديت هي تحتوي على ملخص لكل القوانين اللي احنا اثبتناها في السلايدز اللي فاتت. اللي يهمني اكد عليه قوي ان القانون بتاع الشير ستريس ده applicable for laminar and turbulent flow. القوانين بتاعة السرعة والديستشارج، هذه القوانين for laminar flow only. طيب احنا بدأنا المحاضرة وبنتكلم على real flow، وقلنا عشان الفلو يبقى real احنا محتاجين نعرف الترم بتاع الفقد في الانرجي اللي بيحصل ده قيمته قد ايه، عايزين نحسبه، وهو ده اللي خلانا ندخل في كل اللي احنا اتكلمنا فيه حتى هذه السلايد. هنشوف بقى ازاي نحسب الهيد لوس في الحاله بتاعت اللامينر فلو. احنا كنا وصلنا المعادله بتاعت الديستشارج اللي كانت بدلاله الديامتر، المعادله دي اللي هي ناقص باي في جاما دي اس 4 على 128 ميو دي اتش باي دي اس. عشان نجيب الفي افريج هنقسم المعادله دي على باي على 4 دي سكويرد، ف تطلع دي معادله الفي افريج اللي هي ناقص جاما في دي سكويرد على 32 ميو دي اتش باي دي اس. هنخلي دي اتش باي دي اس في ناحيه من المعادله ونحط بقيه الترمات في الناحيه الثانيه، ويبقى دي اتش بتساوي ناقص في افريج في 32 ميو على جاما دي سكويرد في دي اس. الدي اتش دي هي اتش 2 ناقص اتش 1، ودي اس هي اس 2 ناقص اس 1 اللي هي طول البايب. فنقدر نقول ان اتش 2 ناقص اتش 1 بتساوي ناقص في بار او في افريج في 32 ميو على جاما دي سكويرد. نشيل دي اس كمان ونحطها اس 2 ناقص اس 1. اتش ده هو البيزومتريك هيد، والبايب دي الدايمتر بتاعها ثابت، فالسرعه ثابته، فبالتالي ان الهيد لوس ديو تو فريكشن هي اتش 1 ناقص اتش 2، او معنى اصح ان البيزومتريك هيد عند نقطه 1 بيساوي البيزومتريك هيد عند نقطه 2 زائد اتش اف. واس 2 ناقص اس 1 دي هي اللينس بتاع البايب. فنقدر نقول ان الهيد لوس ديو تو فريكشن بتساوي 32 ميو في ال في افريج على جاما دي سكويرد. لو ضربنا المعادله دي فوق وتحت في رو في في افريج سكويرد على 2، اقدر اوصل ان المعادله بالمنظر ده اللي هي 64 في ميو على رو في افريج دي مضروب في ال على دي في افريج سكويرد على 2 جي. لو ركزنا كده هنلاقي ان ميو على رو في في افريج دي ده واحد على رينوز نمبر، لان رينوز نمبر ده كان بيساوي رو في في افريج في دي على ميو. فبالتالي اقدر اقول ان الهيد لوس ديو تو فريكشن بتساوي 64 على رينوس نمبر مضروب في ال على دي في في افريج سكويرد على 2 جي. هي دي معادله حساب الهيد لوس ديو تو فريكشن اللي احنا بنسميها معادله دارسي. يبقى الهيد لوس ديو تو فريكشن بتساوي اف ده هو الفريكشن كوفيشنت مضروب في ال على دي مضروب في في سكويرد على 2 جي، حيث في دي هي الافريج فيلوستي في الحاله بتاعه اللامينر فلو
الاف دي بتساوي 64 على رينولدز نمبر. اذا دارسي ايكويشن في حساب الهيد لوس بتقول ان الهيد لوس دي تو فريكشن بتساوي اف اف ال على دي في افريج سكويرد على 2 جي، حيث اف اتش اف هو الهيد لوس دي تو فريكشن، اف الفريكشن فاكتور، ال طول الماسوره، دي الدايمتر بتاع الماسوره، وفي افريج هي الافريج فيلوسيتي في الماسوره اللي هي ديسشارج مقسومه على الاريا. الفريكشن فاكتور فور لامينر فلو بيعتمد اونلي على الفاليو بتاعه رينولدز نمبر، وزي ما اتفقنا او زي ما شفنا هو بيساوي 64 على رينولدز نمبر. في الحاله بتاعه تيربلنت فلو الفريكشن كوفيشنت بيعتمد على الرينولدز نمبر بالاضافه الى حاجه اسمها الانسايد رافنس اوف ذا بايب، يعني الخشونه اللي موجوده جوه البايب. يعني لو جينا نبص على اي ماسوره كده، احنا واخدين سيكشن في ماسوره او يعني قطعنا الحته اللي في النص كده من الماسوره، هنلاقي ان السطح الداخلي للماسوره ديت مش املس. السطح ده فيه زي نتوءات، هذه النتوءات ممكن تكون جزء من المليمتر ولا ترى بالعين المجرده، بس هي تختلف حسب الماتيريال اللي مصنوعه منها الماسوره. طيب يعني منطقي جدا لو انا بتحرك في ماسوره او ميه بتحرك في ماسوره والماسوره دي حديد زهر، لو حد منكم شاف المواسير حديد زهر هتلاقي ان الخشونه بتاعت الماسوره من جوه، الماسوره خشنه من جوه مش ناعمه خالص. لكن مثلا لو بتتكلم في مواسير بي في سي، مواسير زي بتاعت مواسير التغذيه بالميه بتاعت البيوت، هتلاقي تحس ان الماسوره ناعمه من جوه. الفارق هو نوع الماتيريال المصنوع منها الماسوره. فاحنا بنتعامل مع الرفنس على ما يسمى بالريلاتيف رفنس. الريلاتيف رفنس ده اللي هو ارتفاع الخشونه بتاعه الماسوره على الديامتر، وارتفاع الخشونه ده بيعتمد على الماتيريال المصنوع منها الماسوره. الماسوره اللي ليها رفنس عالي هتلاقي ان ابسلون على دي ليها قيمتها عاليه، الماسوره اللي ليها رفنس قليل او اللي احنا بنقول عليها انها ليس رف، يعني ليس رف بايب، ليها رفنس ليها ابسلون على دي قيمتها قليله. يبقى احنا بنتعامل مع الرفنس، الرفنس بالنسبه لنا احنا الرفنس ده هو ابسلون اللي هو الخشونه اللي موجوده في الماسوره، بس احنا مش مهتمين بابسلون على قد ما مهتمين بحاجه اسمها ريلاتيف رفنس اللي هو ابسلون على دي. كل ما الريلاتيف رفنس ده الفاليو بتاعته تزيد معناها ان الماسوره دي مور رف، كل ما الريلاتيف رفنس ده قيمته تقل يبقى الماسوره دي لس رف. التيبل ده بيبين الفاليوز بتاعه الرفنس هايت لانواع مختلفه من المواسير. فلو جيت بصيت على الكاست اير هتلاقي مثلا ان الرفنس بتاعه 0.26 ملم. لو جيت بصيت على البلاستيك هتلاقي الرفنس بتاعه 0.0015 ملم. عشان كده اما تبص على اي ماسوره بلاستيك مش هتقدر تحس بان الماسوره ديت ليها رفنس، لان الرفنس بتاعها قيمته قليله جدا. لو جينا نبص على الجلاس الازاز هتلاقي الماسوره دي ما لهاش رفنس خالص، ده لو في مواسير ازاز طبعا، ودي احنا بنستخدمها موجوده فعلا بس موجوده في المعمل، يعني بنستخدمها في بعض الايه التجارب المعمليه. يبقى الرفنس هايت ده قيمه ثابته حسب الماتيريال بتاعه الماسوره. طيب احنا قلنا ان الفريكشن كوفيشنت في الحاله بتاعه اللامينر فلو بيعتمد على رينولدز نمبر بس، وهو 64 على رينولدز نمبر. طيب في حاله التيربلنت فلو، في مجموعه من العلماء بداوا يدرسوا القصه ديت، او الباحثين بداوا يدرسوا القصه ديت في الفتره من 1930 ل 1940، وقدروا يوصلوا لمعادلات بتحسب قيمه الفريكشن فاكتور. فون كارمن سنة 1930 قدر يوصل المعادلة اللي بتحسب الفريكشن فاكتور فور سموث بول تيربلنت فلو، فور هولي رف تيربلنت فلو. فون كارمن سنة 1930 وصل للمعادلة لحساب الفريكشن فاكتور برضو في الحالة بتاعة ترانزيشن تيربلنت فلو، ودي اللي هي بين التو بريفيوس كيسز. كول بروك سنة 1939 وصل لمعادله لحساب الفريكشن فاكتور، بس زي ما انت شايف المعادلات يعني التعويض فيها ممكن يبقى مزعج شويه، فالمعادلات دي استخدمت في رسم ما يسمى بمودي دايجرام، بحيث ان المودي دايجرام ده نقدر ندخل عليه نجيب
الفاليو بتاعه الفريكشن فاكتور من غير ما ندخل في حسابات باستخدام هذه المعادلات. هو ده المودي تشارت، وده برضو اتعمل سنة 1944. المودي تشارت دوت على الأكس الأفقي قيمة رينوز نمبر، وهتلاقي ان التدريج موجود 10 أس 3 وبعدين 2 5 6 وهكذا لغاية 10 أس 10 أس 4. ده عشان التدريج دوت، عشان التدريج ده لوغاريتمي عشان يقدر ياخد رينج كبير من الفاليوز بتاعت الرينوز نمبر. على الأكس الرأسي الفريكشن فاكتور، فمن الواضح كده ان احنا هندخل بالفاليو بتاعت رينوز نمبر نخبط في واحد من الكيرفات دي بحيث ان احنا نجيب ونمشي ناحية الشمال عشان نجيب الفريكشن فاكتور. الكيرف بتاع سموث تيربلنت فلو هو اخر كيرف تحت خالص اللي مكتوب عليه سموث بايب كيرف. الترانزيشن زون اللي هو ما بين هذا الكيرف والكيرف المنقط، في كيرف منقط كده مكتوب عليه ار اي ستار بتساوي 60، المنطقة ديت ده الترانزيشن تيربلنت فلو، وبعد كده فوق الكيرف المنقط ده الرف تيربلنت فلو. فكل منطقة من دول ليها الايكويشن اللي احنا عرضناهم في السلايد اللي فاتت. تخلي بالك بس من ان المنطقة اللي فيها رف تيربلنت فلو دي هتلاقي ان الكيرف فيها كلها بدأ يمشي افقي، يعني ايا كانت الفاليو بتاعت رينوز نمبر اللي انت داخل بيها من الاكس الافقي تخبط في هذا الكيرف وتمشي ناحية الشمال، هتلاقي كل في المنطقة دي عندي سنجل فاليو للفريكشن فاكتور، عندي سنجل فاليو للفريكشن فاكتور. يعني المنطقة دي تغير المنطقة بتاعت الرف تيربلنت فلو دي الفاليو بتاعت رينوز نمبر مهما تغيرت بيطلع لي في الآخر برضو فاليو واحدة للفريكشن فاكتور. وبرضو في نقطة تاني، لو انت بصيت ناحية الشمال خالص هتلاقي في حاجة اسمها كيرف كده لينير ومكتوب عليه لامينر فلو، وده عند قيمة تحت 2، 2 دي مكتوب 2، ال 2 المكتوبة تحت دي قبلها 10 أس 3 فدي 2 في 10 أس 3، 2 في 10 أس 3 يعني 2000. فالمنطقة ديت اللي هي ناحية الشمال دي، دي منطقة اللامينر فلو. عشان كده العلاقة علاقة لينير اللي احنا قلنا فيها إن الفريكشن فاكتور بيعتمد على رينوز نمبر بس، وقيمته 64 على رينوز نمبر. ده شكل تاني للفيجر بتاع المودي تشارت أو المودي دايجرام. وانا يهمني بس ان في تو تيبلز موجودين في الفيجر دوت وعايز اكلمك عليهم، التيبل اللي موجود تحت خالص ده والتيبل ده بيتكلم على البايب ماتيريال والايكوفلنت رفنس هايت، وفي تيبل تاني هنا فوق في تمبريتشر كيناماتيك فيسكوستي وفيبر بريشر. دول تو تيبلز موجودين على المودي تشارت اللي في النسخه الواضحه قدامك ديت. التيبل الاولاني ده بتجيب منه رفنس هايت، يعني لو انا البروبلم عندك المساله فيها مواسير مثلا بلاستيك، مواسير كاست ايرن، مواسير رينفورسد كونكريت، ايا كان نوع الماسوره، جاست يتقال لك نوع الماسوره تقدر تدخل هنا تجيب الرفنس هايت. التيبل الثاني تيبل 2 ده حسب التمبريتشر تقدر تجيب الكيناماتيك فيسكوستي والفيبر بريشر. يعني لو انت معاك الفيجر دوت انت مش محتاج تبقى الكيناماتيك فيسكوستي انت عارفها، لان انت لو معاك التيبل معاك الفيجر وانت عارف مثلا درجه حراره بتتحرك بيها المايه في الماسوره دي 25 درجه مئويه، فتقدر تدخل تجيب الفيسكوستي الكيناماتيك فيسكوستي بتاعت المايه وتجيب الفيبر بريشر بتاع المايه. طبعا الفاليوز بتاعت اللي موجوده في تيبل 2 دي الخاصه بالمايه.
دلوقتي بقى هندخل على المودي تشارت ونستخدم قيمة إبسلون على دي وقيمة الرينولدز نمبر عشان نجيب الفريكشن فاكتور. أول خطوة إنك بتبدأ أن بتيجي ناحية الشمال، ناحية الشمال من الفيجر، تبص على الأرقام الموجودة ناحية الشمال وتدور على الرقم الإبسلون على دي بتاعة المسألة بتاعتك موجودة على أنهي فيجر من أنهي كيرف من الكيرفات ديت. هتلاقي إن إبسلون على دي موجودة على الكيرف ده اللي هو الـ 0.306، يبقى هو ده الكيرف اللي انت هتدخل عليه. وبعدين تشوف الفاليو بتاع رينولدز نمبر كانت 3.18 في 10 اس 5، يبقى مكانها هنا اهو، يعني 10 اس 5 بعدها 2 3 في 10 اس 5، احنا عندنا 3.18 يعني بعد 3 بحاجه بسيطه. ونبدا ندخل على هذا الكيرف، نخبط الكيرف دوت ونمشي ناحيه الشمال نجيب الفاليو بتاعه الفريكشن فاكتور 0.019. طب افرض ان الفاليو بتاعه ابسلون على دي ما لقيتهاش مكتوبه على ناحيه الشمال من الفيجر، لكن لقيت مثلا قيمه اكبر منها وقيمه اقل منها، فممكن كانك بتحلها انتربوليشن، ارسم كيرف ما بينهم وابدا ادخل بالفاليو بتاعه رينولدز نمبر وهات قيمه الفريكشن فاكتور. دلوقتي نقدر بقى نحسب الفاليو بتاعه الهيد لوس، لان انا جبت خلاص الفريكشن فاكتور، ابدا اخش اعوض في المعادله بتاعه الدرس. الهيد لوس ديو تو فريكشن بتساوي اف ال على دي في سكويرد على 2 جي، وبالتالي كل بارامترز عندي. هو قال لي انا عايزك تحسب الهيد لوس لواحد كيلو من البايب، وبناء عليه يبقى البايب ديت الديمتر بتاعها جيفن، واللينس بتاعها 1 كيلو يعني 1000 متر. نبدا نعوض نطلع الهيد لوس ديو تو فريكشن طلعت 12.2 متر، وبالتالي احنا كده قدرنا نحسب الهيد لوس ديو تو فريكشن. بكده نكون نهينا تشابتر 6، وأرجو أن تكون المحاضرة واضحة بالنسبة لكم وتحققوا استفادة. شكرا جزيلا.